وانا استغرب ليه؟ ما انا طول عمري عارف ان انت اوعى تقطعها يا يوسف. امك مراتي علشان تلاقي رسوله. الاخر جوازنا عشان تدور على ابوك وتثبت لك انك اشرف واحده في الدنيا. وحتى بعد ما عرفت انه مات برضه كانت بتجري عشان تجيب لك حقك. فوق بقى يا اخي. فوق انت قلبك ايه؟ حجر. اتجوزتيه؟ ايوه اتجوزته. اتجوزته يا يوسف. اتجوزته عشان لما اعيا الاقي حد ياخد باله مني ويناولني كوبايه ميه بدل ابني. ابني اللي سايبني مرميه هنا بين اربع حيطان مع اني حرمت نفسي من كل حاجه علشانه. ابني اللي قبل شريقي طول عمره بكلمه حلوه. ابني اللي جاي حاسبني دلوقتي بعد ما ربيته وشقيت عليه وطفحت الدم عشان ما يحسش ان ناقصه اي حاجه. هو يا بت تكون فاكر نفسك فتحت عينك على الدنيا لقيت نفسك شحت كده؟ وحتى لو كنت فاكر ده برضه مالكش اي حق انك تحاسبني. لو هنتكلم في حساب تعالى نتحاسب. تعالى نتحاسب ونشوف مين فينا ليه حق عند التاني وياخده. مين اللي عمل خده مداس للتاني، انا ولا انت؟ مين اللي ما كانش بيجي له نوم طول الليل لحد ما التاني يرجع البيت، انا ولا انت؟ مين اللي ما كانتش الدنيا تبقى مش سايعاه لما التاني يحن عليه ويقعد ياكل معاه لقمه؟ مين اللي عاش طول عمره متهان من التاني كانه عبد واشتراه؟ يا شيخ ده انت عمرك ما قلت لي يما، وجاي تحاسبني دلوقتي يا يوسف؟ عايز تحاسبني؟ يلا نتحاسب يا يوسف، يلا نتحاسب. تعال نتحاسب يا يوسف، تعال نتحاسب يا يوسف، تعال نتحاسب يا يوسف، تعال نتحاسب يا يوسف، تعال سامحيني يا أم والنبي. أنا مش زعلانة منك يا يوسف، مش زعلانة منك يا حبيبي. أنت قلت يا أم قولها تاني يا يوسف، قولها تاني، قولها تاني يا حبيبي. أنت عارف أنا بقالي قد إيه نفسي أسمعها منك. بقالي كتير أوي يا يوسف، بقالي كتير يا عم، بقالي كتير. أنا مش زعلانة منك يا عيني، مش زعلانة منك أبدا. Ha 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 ha.
ايه رايك يا سيكا؟ حلوه الكهرباء ولا نزود شويه كمان؟ شويه سكسكه يعني؟ بص يا سكسك، انا مستعد اسيبك بس بشرط تعمل لي عجين الفلاح. عارفه عجين الفلاح؟ بس انت بتدفع عليا يا كلب، ده انا افرمك بجسمتي انت واللي يتشدد لك. يلا حيوان. انت فاكر نفسك ايه؟ خايفة احكي لهم، مش عارفة كنت اقول لهم ازاي، مكسوفة اقول لهم، مش عارفة ازاي احط عيني في عينهم، متلخبطة وحاجات كتير جوه بعض، مكسوفة وخايفة ومصدومة، مش مصدقة ان ده حصل لي او ان ده كان ممكن يحصل لي. بس الحاجة الوحيدة اللي انا متأكدة منها ان انا كنت أنا مش جاية أرفع قضية عشان أصبر. صح أنا جاية أرفع قضية. بس أنا قدرت النهاردة إن أنا أجي وأقف معاك وأتكلم، بس مش عارفة البنات اللي كانوا معايا هيقدروا يجوا يتكلموا ولا هيموتوا وجعهم وجعهم. الشقة دي لغاية ما نشوف هنعمل ايه. ايوه دي، بس دي شقة مين؟ شقة قرايبي، بس هم مسافرين، ما تقلقش. انا مش قلقان عليا، انا قلقان عليكم. لو عارف ان انتوا اللي مخبيني هيحصل لكم مشاكل. يا عم الحاج ما تقلقش على حاجة، احنا مأمنين ومظبطين. أهم حاجة أنت مش هتخرج من هنا خالص، والتلاجة فيها أكل يكفي شهر، ولو احتجت أي حاجة احنا موجودين، خلاص؟ يعني مش هخرج من هنا؟ يعني أخلص من الحبسة أدخل في حبسة تانية؟ طب كان لازمتي تقول لي أنتوا عملتوه من الأول. هنعمل ايه بس يا مين؟ عم ياسين شرع علينا الشوره دي، وبعدين يا معلم القعده هنا اهون بكتير من حبسه الحكومه. ايوه دياب، بس انا مش هفضل محبوس هنا كتير. يا عم محدش قال هتتحبس كتير ولا حاجه، كام يوم بس لحد ما نقدر نوصل لدليل براءتك. براءتي؟ براءتي يا يوسف احنا نضحك على بعض، ما انت عارف ان انا كده كده لابسها. يعني انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ بفكر في اللي غفلني واداني على وشي. جنرال. ايوه جنرال. انا كده كده ميت يا دياب. بس اموت وانا واخد حقي احسن ما اموت زي الولايه حاطط ايدي على خدي ومش عارف اعمل حاجه. بقولك يا صاحبي، يومين بس كني فيهم مستريح، وبعدين بكره نبقى نشوف هنعمل ايه. خلاص ماشي. بس بقولك يا يوسف، عايز اشوف الواد سيك اخويا، اطمن عليه، وحشني عايز اشوفه.
بكلمه في التليفون يا معلم مش عارف راح فين، مش عارف غطسان فين. يعني غطسان فين؟ حصل له حاجه يعني ولا ايه؟ ايه اديبه ايه اديبه؟ انت هتقلقه ليه يا عم؟ يا عم تلاقيه بيعط كده ولا كده وهيقب على الوش تاني، لما يظهر هجيبه لك لغايه عندك خلاص؟ ايه ده بقى؟ ماشي يا يوسف. طيب انا هعمل لكم حاجه تشربوها. ايه؟ في حاجة يا سن؟ وفي خبر كده يعني. خير؟ رايق هرب. وايه المشكلة؟ هرب من سجن صغير للسجن الكبير. سيبه يعذب نفسه. ايوه بس دي عيال ضايعة يعني، ممكن واحد زي الرايق ده عقله يقل فيعمل حاجة كده ولا كده؟ هيعمل ايه يعني؟ يهددني مثلا؟ والله انت للظاهر مخك خف يا سن. ايه يا باشا، انا كان نفسي ان احنا نخلص من العيال دي ونقفل الموضوع ده وننتهي. مره واتنين وتلاته حاولنا معاهم وهم راكبين دماغهم. انا مش فاهم سعادتك ساكت عليهم ليه لغايه دلوقتي. لو عملت اللي انت بتقوله ده يبقى بقفل عليهم سكه الهروب، وساعتها يستبسلوا فيها ويعملوا فيها ابطال. احنا هنفتح لهم باب صغير كده موارب يخرج على متاهة من مكان ضيق لمكان أضيق وهكذا، نتفرج ونستمتع. ولما أحب أخلص منهم هقول لك، هديك أمر تقتلهم ولا تخلص منهم، ولا مش هتعرف تعمل كده؟ لا يا باشا، لا. اليوم اللي أعجز فيه عن يعني تنفيذ تعليمات الجنرال أكيد هبقى مستحقش أكون في خدمته. دوقي بقى اكل ده وقولي لي رايك فيه ايه. وانت ليه بس بتتعب نفسك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت اليومين دول لازم ترتاحي على الاخر لحد ما تجيبي لنا عريس المنتظر. ماشي، بس انا بقى عايزه اطلب منك طلب. اطلبي يا روح قلبي. انا عايزه شغال وتكون ليا لوحدي واجنبي. من عندي ومن عندي. تسلم لي عيونك. الو. ايوه تقول ايه؟ طيب هتصرف. قلت لك هتصرف. في ايه يا شيمي؟ في ايه؟ شحنه اتكشفت في الجمارك. يا مصيبتي السودا. قرض وزفت وقرف. احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ مش طبيعي اللي بيحصل فينا ده، بجد مش طبيعي. طيب هو القرض اللي انتوا بتتكلموا عليه ده كبير قوي يعني؟ كبير صغير هتفرق معاك في ايه يا نادين؟ قرض لو ما اتدفعش هنتحبس. طيب انا اسفه. عندي اسمكم. ايه يا عم انت مجنون ليه؟ بتعملها كده ليه؟ ما تقعد. ما ترحمني انت كمان يا ديب، وانا اللي فيها مكفيني، مش ناقص وجع دماغ من حد. بكره تتعدل يا عم، قدامنا كام يوم والفلوس دي هنجيبها يعني هنجيبها، اهدى. يا عم اتعدلت ما اتعدلتش، مطرح ما ترسى هندق لها. أنا خلاص فكرت يا شيمي، أنا مش هينفع أسافر معاك في أي حتة. مفيش وقت للكلام ده، إحنا لازم ننفذ بجلدنا قبل ما يرفعوا من حصانة وتسجن. ننفذ بجلدنا يعني نروح فين؟ أي بلد تاني أرجوكي، مفيش وقت خالص للكلام ده. يعني كمان مش عارف هنروح فين؟ يا شيمي مش هينفع أنا واللي في بطني نتلطم من بلد لبلد كده. قصدك إيه؟ لوحدك هتبقى أخف يا حبيبي. مش هتشغل بالك في أي حاجة. وليك عليا أول ما تستقر هيجيلك لغاية عندك. صدقني كده أحسن. أنا مش ببيعك يا شيمي. انت اشتريتني في الوقت اللي الناس كلهم باعوني فيه. انت جوزي وابو ابني. انا بحبك. بس كده احسن لينا احنا الاثنين. Thank you.
خدتها. كنت عايشة ازاي من غيري؟ ما كنتش عايش. عارفة لما تتعودي على حاجة وفجأة تروح منك؟ مش قصدي تتعودي، بس لما تحسي من جواكي بحاجة حقيقية وفجأة ما تلاقيهاش. كل حاجة فيكي كانت وحشاني. عينيكي كانت وحشة. عيني؟ عيني أنا؟ إيه معنى كده؟ ليه يعني؟ بتشوف إيه في عيني؟ كنت بسرع في يوم وشوفني مسافر ومركب وشمس شمس ما بهزرش. شوف شمس عيني كمان. أنا مش بهزر والله، معاكي بحس بحرية بجد. بحس إنه حر، مفيش حاجة أماني، فاتح صدري وماشي على طول. هذا الحب. بتحبني بجد ولا ايه؟ كلمة بحبك دي ما تكفيش اللي جوايا. جوايا كبير وكتير قوي. افتح يا ميمي ما تخافش. يا عم افتح، مش جاي اقبض عليك. اتفضل يا باشا. ايه يا نادين؟ انا مش طلبت منك تصحيني عشان انزل اتصرف في فلوس، سايبني نايم ليه كل ده؟ معلش أنا آسفة، كان ممكن تقعد بس عايز أقول يا ست عايز أنزل. معلش أقعد بس ثانية واحدة هقول لك حاجة. ثانية واحدة يا يوسف. نعم. أنا قلت مفيش داعي أصحيك عشان أنا اتصرفت لك خلاص. إيه ده؟ ورجعت الشقة الفايز. ما هو ما كانش ينفع يعني أقعد أتفرج عليك وأنت مزنوق وأنا بإيدي حاجة أعملها وما أعملهاش. شقة ايه اللي بعتيها يا نادين؟ شقتي، شقة الزمالك. انت بعتي شقة الزمالك عشان تجيبي لي فلوس انا اسدد بيها؟ طب ومامتك؟ مامتي هتروح تقعد عند بنت حرية. هي قاعدة لوحدها ومحتاجة انها حد يسليها ويقعد معاها. هيتصلوا مع بعض كده احسن لها على فكرة. مش الشقة دي اللي انت قلتي لي قبل كده انها ذكرياتك وطفولتك وما تقدريش تبعدي عنها والكلام ده كله؟ ايوه يعني انا قلت كده. ايوه بس دي حتة شقة يا يوسف، يعني انت اهم عندي من 100 شقة. معقولة؟ معقول انا كنت حمار للدرجه دي؟ حمار ولا اعمى ولا ما بفهمش ولا ايه؟ اعمى مش شايفك ولا شايف امي؟ انت
عشان ادينا. انا شكلي كده من كتر ما شفت ناس وحشه في الدنيا ما كنتش متخيل ان في بني ادمين كويسين زيك. طب اسمعي، الفلوس دي انا مش هاخدها منك، دي فلوسك، وانتي مش هتمدي ايدك عليهم ولا تصرفي منهم ولا مليم، لان انا هرجع لك الشقه تاني وهديهم لفايز. ايوه زي ما سمعتي كده بالظبط. واول ما اخلص يومين الشغل اللي قدامي دول هاخدك ونطلع اسبوع عسل في شرم الشيخ. مش كان نفسك تروحي شرم الشيخ؟ كان نفسي. خلاص يبقى نسافر نتفسح. بجد يا يوسف؟ بجد يا نادين. ربنا يخليك ليا، ربنا يخليك ليا يا حبيبي يا جوزي، ما يحرمنيش منك ابدا. ويخليك ليا يا نادين. انا بحبك قوي يا يوسف. وانا كمان بحبك قوي. تمام قوي، خلي لي بقى عينك عليها، مش عايزه تغيب من على قلبك ثانيه. ها الموضوع ده بالنسبه لي حياه او موت، يعني مراقبه 24 ساعه، انت فاهمني؟ يلا سلام. هي مين كنا بنقول ايه بقى؟ مين بلغ عني يا باشا؟ مين قال لك على مكاني؟ ما حدش بلغ عنك. ما تبصليش كده، انا ظابط مباحث يا مش بياع فجل. يعني اصحابك دول مهما تحاوط ولا حتى تلاقمه فده مش هيمنعني اني اوصل لك، ده لو انا عايز اوصل لك. وبعدين يا سيدي انا جيت معاك دغري من البدايه وقلت لك ان انا مش جاي اقبض عليك. عشان ترتاح اكتر انا جاي اتكلم معاك راجل لراجل. ماشي يا باشا، اتفضل اتكلم. انت مين بالظبط بقى يا ميمي؟ الواد الجدع اللي معروف في الحته وكل الناس بتعمل له حساب؟ ولا اللي بيزنس مان وفجاه بقى عنده مطعم كده خمس نجوم بلا اي مقدمات وفجاه المطعم يتحرق؟ ولا الواد البلطجي المجرم الهارب اللي قتل وزيره والدنيا كلها مالهاش سيره غيره؟ ايه حكايتك بالظبط؟ ما تفهمني. اولا يا باشا انا ما قتلتش فريد الوكيل. حاول معلش تصدقني. انما بقى عايز تعرف حكايتي دي مفيش اسهل منها. عارف ليه؟ لان انا واحد عايز يعيش. حلو قوي. ومين بقى اللي مش عايزك تعيش؟ اللي بيقول مين يموت ومين يعيش. اللي بيقول مين يبقى بني ادم ومين يبقى عبد عنده. انا عمري ما كنت جاني هيثم بيه. طول عمري مجني عليا. بس مش لوحدي. ده جيل كامل. جيل كامل طلع على وش الدنيا دي مش عارف ياخد حقه غير بالدراع. ده كلام الناس الفاشله. الشماعه اللي بتعلقها عليها اخطاء. عندك حق. ولا ايده في الميه مش زي ايده في النار. جربت تعيش زينا. جربت تصرف العيلة كاملة. جريت في الشارع ليل ونهار عشان شوية ملاطيش ما يقضوش عيل صغير. ده الفرق بيني وبينكم. طول عمركم شايفيننا زبالة. شوية عيال عايشين في مناطق شعبية. ربنا خلقهم عشان يأذوا الناس وبس. أنت عارف أنت مشكلتك إيه يا ميمي؟ إنك عشت طول عمرك تقنع نفسك إنك مظلوم. وده بقى اللي إداك الحق إنك تعمل أي حاجة وكل شيء مباح بالنسبة لك. أنت بتتكلم صح. بس المباح بالنسبة لي كنت بدور اللي هعيش لمدة يوم أسبوع شهر بالكتير زي ناس تانية يا باشا كلت البلد كلها ما شبعتش ومحدش قال لها كفاية. عملتوا انتوا ايه؟ سبتوهم هما ومسكتونا احنا. مسكتوا الغلبان اللي سرق 10 جنيه عشان مش لاقي ياكل. سبتوا الناس اللي سرقت مليارات من البنوك. مسكتوا العيل اللي شايل سيجارتين بانجو في جيبه وسبتوا الناس اللي بتدخل مخدرات البلد وش كده عين عينك. هديتوا العيشه بتاعت الناس الخلابه اللي بتدرع عيالها فيها من البرد وسبتوا الناس اللي سرقت الاراضي بالملايين. عرفت بقى يا باشا ولا ما عرفتش؟ انتوا عمركم ما هتيجوا على حد غير علينا احنا بس. ما اسمهاش كده يا مين. اسمها ما بنقدرش غير على القانون قادر يدين وبادله كمان. فلو انت بقى عايز الناس اللي انت بتقول عليهم دول يقعوا فلازم تساعدني عشان انا كمان اقدر اساعدك. انا عاوزك تقول لي مين الناس اللي انت بتتعامل معاهم وورطوك زي ما انت بتقول. ما ينفعش يا باشا. الناس دي مش صغيره. الناس دي كبيره وحيتان ممكن ياكلونا كلنا. عايز منك جميله.
بلاقي حق عند الناس دي. سيبني اخد حقي وانا برحمه ابويا احكي لك لحد عندك. ماشي بس قد الجمال بقى. انا هدي باشا قولي لي يا موح، هو الواد ميمي مش باين اللي من دول ليه؟ موحة بسألك، ايه يا ام؟ ميمي مش باين اللي من دول ليه؟ ما قلت لك مسافر يا ام. مسافر؟ طب وهيرجع امتى ان شاء الله؟ شهر شهرين محدش عارف. ادعي له انت بس والله. النبي يا بنت في كل ركعه بدعي من قلبي ومن تجان دماغي، ربنا يوقف له ولاد الحلال. ولاد الحلال هما فين دول؟ يبو كتير، بس انت عارفه ولاد الكلب ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه، سوقوا سمعتهم. بس هما موجودين موجودين، بس ما بيظهروش الا وقت الشده. خليه يقع في دقيقه كده وشوفي كل ولاد الحلال هيقفوا حواليه. اصل انا ده عيال، ده عياله والله يا بنتي، وانا دعايه ما بيخيفش ابدا. طب ادعي له تاني والنبي يا بنتي. يا بنتي انت مش واثقه فيا ليه؟ دعيت له. دعي له تاني معلش. حاضر ادعي له تاني وتالت. الهي يسترك دنيا واخره ويخليك لامك ولمراتك الغلبانه، ويعلي مرتبك ويوطي عدوك وياخد بيدك ويحفز باللي يكرهوك الارض. يا رب يا ميمي يا ابن ام ميمي يا رب. مبسوطه يا حبيبتي؟ مبسوطه يا قلب امي؟ ربنا يكرمكم استرها معاكم يا رب. لا وكلكم والبنت نادين دي كوم تاني خالص. دي طلعت ب 100 راجل يا جدعان. بعت الشقه وجايه تقول لي خد الفلوس سدد بيها القرض. بس ما تزعلوش مني بقى، انا ما قدرتش اخد منها ولا مليم. ما حدش زعلان منك يا يوسف. انا فاهمك، انت عندك حق. ايه رايكم يا جماعه نبيع المحل ده وبتمن ونسدد القرض وبعد كده ربنا يسهل. يا جدعان قرض ايه وفلوس ايه اللي عمالين تفكروا فيها؟ ما نشوف المصيبه اللي احنا فيها الاول. الموضوع مقصود يا جدعان. الضرب عمال يجي لنا ورا بعض عشان ما اعرفش جاي منين ولا منين. امينه وكان عايزين يقتلوها، وانت السن جالك يهددك، وانا قتلين الوزيره، وده قبل كده مع امجد. مش عارفين الموضوع الزفت ده يخلص على ايه. اقول لك انا بقى يخلص على ايه. يتقلع من جذوره. ما احنا مش هناخد الضربه ونفضل قاعدين مستنيين الضربه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، اخرتها ايه؟ عندك حق يوسف، لازم نخلص. الجنرال عايز يخلص علينا. خلاص يا جماعه نخلص عليه بسرعه. ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو سهل بالنسبه لكم كده ان انتوا تخلصوا على اي حد؟ بقول لك ايه، مفيش قدامنا غير كده، يا قاتل يا مقتول. هنقول له ايه؟ اتفضل تعالى اقتلنا. بعدين يا امينه ما انت اكتر واحده عارفه، شفت اللي بيقف قدام الناس دول بيحصل له ايه؟ بس ده خطر عليكم كلكم. يا ستي خطر بس هنعمل ايه؟ ما هو بيقول لك يا قاتل يا مقتول، هنستناه لغايه لما يقتلنا. يا جدعان احنا في سبق واللي يلحق الاول. احنا ننط عليه في بيته ونخلص عليه. ازاي يعني؟ ازاي ده؟ اسمع ان هو عايش في قلعه ما بيخرجش منها اصلا غير وهو متخفي. هنشوف طريقه، واكيد الراجل ده عنده نقطه ضعف، وهي دي اللي هتوصلنا ليه. على بركه، ربنا يسهل ان شاء الله. مفيش اخبار عن سيكا يا جدعان؟ حد وصل له؟ انا وامينه رحنا له عند يروى في المكتب، وقالت لنا اخر مره كان بيكلم واحده في التليفون اسمها لولا. لولا